طبعا كلنا نحب نظهر بشكل لائق في العالم الافتراضي مثل ما نحب ان نكون في افضل صوره في الواقع. كالعادة سيدتي تساعد المرأة في أنها تكون في الصورة المثالية والصورة اللي تطمح أنها تكون فيها. لهالسبب اليوم استضفنا مدربة الإتيكيت دانيا إسعيدان، راح تعرفنا ونتعرف معها على الإتيكيت وفن التواصل مع الآخرين في مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. هلا بك أستاذة دانيا. أهلا، هلا فيك. يعطيك العافية، نورتينا. نورب بوجودك. استاذه دانيا، انت عارفه يعني فن الاتيكيت كل وحده منا تحب تكون اتيكيت قدام الناس. صحيح، كل وحده منا تحب تكون في افضل صوره، تحب انها تكون قدام الناس. طيب هل لازم احنا دائما نكون في فن الاتيكيت يعني منتظمين عليه في حياتنا بشكل يومي ونكون دقيقين لهالدرجه فيه؟ هو المفترض أننا نكون دقيقين، بس مستحيل أن ما نغلط. ما في إنسان ما يغلط، حتى المشاهير يغلطون والمعروفين برضو يغلطون، فهذا شيء طبيعي. ولكن كل ما حطينا الموضوع في بالنا بنتذكره أكثر وبنصير ملتزمين فيه أكثر. ولازم يعني نلتزم فيه في حياتنا اليوميه بشكل كبير دائما. صحيح، دائما مش في المناسبات بس. هو ما تقدرين تلتزمين فيه طول حياتك 100%، مستحيل. لكن على الاقل في المناسبات او في التعامل مع الاخرين، واذا حاولتي تتعودين عليه في البيت بيصير شيء من جزء من حياتك، لايف ستايل حقك. فلذلك مو بس احنا المفروض نتعود عليه، حتى الصغار المفروض نعودهم على اساس يكبرون على هالاساسيات. راح نتعرف منك طبعا الصغار كيف نعلمهم فن الاتيكيت، لكن بالاول خلينا نتكلم عن مواضيع السوشيال ميديا. هل فعلا السوشيال ميديا لها فن في اتيكيت التواصل مع الاخرين لازم نتعلمه؟ اي طبيعي، لانه السوشيال ميديا شيء جديد في مجتمعنا، صار يوصل كل الناس ببعض. الناس المعروفين اللي ما كنا نشوفهم الا مثلا في انترفيو او مقابله مره في السنه صرنا نشوفهم بشكل يومي ونتابعهم. نفس الشيء في سناب شات، صرنا نشوف الفيديوز، اصواتهم، حياتهم الخاصه، فكل هذه اشياء تفرق. فللاسف في ناس بعد السوشيال ميديا انشهروا او صاروا محبوبين اكثر، وفي ناس العكس. ليه؟ كله ياثر على طريقه الالقاء وطريقه كيف يعني يظهرون حياتهم او يتعاملون مع الناس في السوشيال ميديا. فهذه كلها اشياء مهمه للتعامل مع الاخرين. يعني في فن اتيكيت للسوشيال ميديا. صحيح، عشان يكون واحد يعني اوكي قريب من الناس واتيكيت كثير. صحيح، بالطريقه الصحيحه ايش لازم يسوي؟ يعني مثلا نحكي في بدايه مثلا عن المكالمات الهاتفيه بالتليفون بالجوال. المفروض انه يكون في اوقات محدده للمكالمات، اللي هي من 10 الصباح الى 10 مساء، او مثلا من 10 ل 9 مساء. في اوقات اللي هي تعتبر وقت الغداء او وقت العشاء، تختلف من مجتمع لثاني، هذه المفروض ان احنا نبتعد عن المكالمات فيها. مثلا عندك بالواتساب، كثير ما نلاحظ انه في الجروبات، او مثلا يجيك برودكاست من ناس كثير، المحتوى تلاقي الاشاعات كثير تنتشر، ننشر اشياء امور دينيه حتى من غير ما نتاكد منها، وهذا شيء خطا. المفروض احنا نتاكد من كل محتوى ننشره، لذلك تكثر الاشاعات، وهذا اول شيء يعني يسبب مشاكل وفي اخطاء كثيره. لو بنحكي مثلا على امور التويتر، كثير ما تحصل مثلا اختلافات في الرأي، نلاقي حسابات بأسامي مستعارة، وهذا خطأ. ما في احترام للرأي الآخر، مجرد أنا قلت أو غيري قال رأي ما يعجب الآخرين تلاقين على طول صارت في مشكلة، وهذا خطأ. المفروض أن احنا نحترم آراء الآخرين، وزي ما يقولون اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. برضه في انستغرام ممكن احنا نصور اشياء خاصه باشخاص محددين ما نذكر اساميهم، او حتى ما ناخذ البرميشن منهم، المفروض نستاذن منهم. مثلا في سناب شات المحتوى مهم، نبره الصوت لازم تكون موزونه، احترام المشاهد بانه احنا نصور اشياء مفروض تكون حلوه بطريقه مميزه، لكن ما نصور اشياء سيئه او تسيء للمشاهد او الاشخاص الثانيين. حتى الواتساب كمان يعني الواحد كمان لازم يكون في فن خاص للتعامل مع الناس بالواتساب. يعني صحيح، اذا كان في مثلا شغل، هو اساسا يعني الشغل ما يصير واحد انه يرسل اي شيء على الواتساب خصوصا شيء يتعلق بشغل، ولكن لو صار كيف الواحد ممكن يتعامل مع اصدقاء او زملاء، او خاصه اذا كان في مدير كمان؟ صحيح، هو الواتساب لانه في جروبات وصار يسهل التواصل، يسهل مثلا ارسال الصور او المقالات او اي شيء زي من هالقبيل، صاروا الناس يستخدمونه، ما في مشكله. ولكن المشكلة في طريقة استخدامنا الواتساب. يعني مثلا كثير ناس يشتكون من وجودك مثلا أونلاين ويقولك ليش ما تردين، أنا قاعدة أتكلم معك. بالضبط،
هو ممكن يكون أونلاين بس يكون مشغول بشغلة أهم، فإحنا لازم نراعي خصوصية الآخرين ومساحتهم الخاصة فيهم. مثلا حتى لو في شغل او في شيء مهم ممكن نرسله وننتظر الى ما يرد الشخص الثاني، مو معناته ارسلته يعني لازم الان يرد علي، لان لو تلاحظين واتساب ممكن ترسلين للشخص في اي وقت من اليوم. هل معقول ان الانسان يكون 24 ساعه يعني فاضي بس يطالع الواتساب ويرد؟ هذا مستحيل، فلذلك المفروض نراعي الاخرين. من خبرتك أستاذة دانيا، إيش الأخطاء الشائعة بين الناس في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر شيء؟ والله أكثر شيء لو تلاحظون مشاكل في المواقع التواصل الاجتماعي أغلبها تكون اختلاف الرأي. يعني كلها هوشات، أنا ولا مرة شفت ناس متفقة على رأي، وإذا كانوا متفقين على رأي يكونون يعني فئة معينة يدعمون بعض، ولكن دائما في هوشات في وسائل التواصل الاجتماعي. طب كيف الواحد يصير كذا تيكيت؟ هو لأن أساس المشاكل يكون اختلاف الرأي. أول شيء الرسول عليه الصلاة والسلام قال قل خيرا أو اصمت. نعم. إذا أنا ما راح أتكلم بشيء مفيد أو معلومة متأكدة من صحتها، المفروض أني ما أكتب هالكلام. ثاني شيء إذا أحد غلط علي الصح أني أنا ما أرد عليه، لأن يعني فيها إساءة لنفسي وللشخص الثاني، وأنا ما أعرف الشخص الثاني، أو قلت اسم مستعار زي ما قلت لك طبعا، فممكن يكون هذا الشخص طبيعي مو طبيعي حاقد، ما نقدر ندخل في هالتفاصيل. لذلك المفترض أني أنا ما أتغاضى عن هذا الموضوع وما أرد ولا كأني شفته. الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال وعرض عن الجاهلين، فأنا أعتبرهم هذول من الأشخاص الجاهلين، لأن فعلا أنتم ما تعرفين هل هو مين هو، حتى لو كان شخص معروف المفروض ان يعني احافظ على صورتي انا قدام الناس وما ارد عليه الا برد يعني مهذب، او حتى المفروض ان نفكر كثير في الرد قبل لا نرد. يعني احنا الحين كيف نميز بين الانسان الاتيكيت والانسان اللي ما يعرف الاتيكيت؟ يبين الناس اللي يستخدمون، هو الاتيكيت عباره عن اداب، الناس اللي يستخدمون هذه الاداب وملتزمين فيها ومحافظين عليها تلاقينهم مميزين، ان اشخاص تحترمهم. الاتيكيت او الاداب هذه اصلا اوصانا عليها الدين الاسلامي قبل لا تكون اتيكيت، فهذول الناس تلاقينهم يحترمونهم من الاخرين، يحترمونهم جمهورهم، نادر ما تلاقين عليهم خطا. في ناس العكس، لأنهم يغلطون ويسبون ويدخلون في هذه الأمور ما تلاقين أحد يحترمهم، فيصير كل تلاقين السوشيال ميديا حقهم كله للأسف سب ورد، ويعني كلام ما ودك حتى تقرينه. فيبين بالالتزام بهذه الآداب لازم إحنا قبل لا نتكلم أو نرد رد نحط نفسنا مكان الشخص الآخر. فمثلا إذا أحد قبل أتلفظ على أحد بكلمة أتخيل أن هذه الكلمة جتني، فلو كل إنسان فكر بهالطريقة ما راح أحد يغلط على الثاني، لأن ما حد يرضى أن أحد يغلط عليه أو يطلع بصورة سيئة. نعم، تكلمنا عن الواتساب، عن الإنستغرام، تويتر، سناب شات، بس ما تكلمنا عن البريد الإلكتروني. صحيح. في إتيكيت معين لإرسال بريد إلكتروني؟ وهل البريد الإلكتروني اللي نرسله للناس العاديين يختلف عن العمل؟ أكيد يعني إذا مثلا أنا برسل لك بريد إلكتروني وأنت صاحبتي أو أختي أو أحد من أفراد العائلة أو الناس اللي أمون عليهم، أكيد يختلف عن الأمور البزنس أو الأمور الرسمية. خلينا نقول الأمور أول شيء بالنسبة للأمور الرسمية الخط، الاسم، كل شيء هذه الأمور ندقق فيها. يعني مثلا إذا كان الإيميل رسمي المفروض ما نستخدم غير اللون الأسود، إذا اضطرينا ممكن نستخدم الكحلي لأنه يشتت الانتباه ويبين أن المحتوى يعني ضعيف. ثاني شيء الكتابة بالحروف الكبيرة بالإنجليش، أو مثلا نحط بالبولد اللي هو الخط العريض، هذه فيها إساءة للشخص، يعني كأنك قاعدة تصرخين بوجه الشخص، فيها معنى سيء شوي. ممكن نتكلم عن برضو موضوع بداية الإيميل ونهايته، اللي هي مثلا دير، نستخدم دير أو الأستاذة، هذه برضو مهمة في الإيميلات الرسمية. ممكن الآنسة أو الأستاذة، هذه كلها مسميات مهمة لازم ننتبه لها. مثلا في كثير ناس في مجتمعنا يتكلمون أبو فلان، مثلا يرسل لك إيميل يكتب أم فلان ولا أبو فلان، وهذا جدا خطأ لأنها ما هي في مجال الرسمي. الشيء الأخير اللي هو النهاية، اللي هي مثلا regards، best regard، مثلا بالإنجليش best regard أو yours faithfully، هذه مهمة في الأمور الرسمية، يعتبر إيميل رسمي. مثلا لو أنا كتبت regard بالحالها هذه مفروض أني أكتبها لأحد أكون شوي أمون عليه. أيوة. فكل هذه الأمور دقيقة وتبين كيف الإنسان إذا كان هو professional ولا لا في الحياة العملية.
مهم كثير الموضوع الإيميلات، كثير ناس ما ينتبهون لها أو يعتبرون أنه إذا كان في أمور البزنس بكتب إيميل بسرعة عشان أخلص. أيوة بالضبط، وهذا خطأ وهذا شائع خاصة في بين الموظفين في الشركات. صحيح. يرسلون مثلا رسائل سريعة، ما يحطون مثلا تحياتي ومرحبا شلونك كذا، ما يحطون هذه الأشياء لأنه بزنس. صحيح، لأنه في الشركات بعضها يحطون مثلا يسمونه تشاتينج بين الموظفين، هذه ممكن تكتبين الطريقة اللي تريحك، لكن بالإيميل المفروض يكون رسمي. ليه؟ لأن أنا لما أطلع إيميل سواء كان لي أول أحد في الشركة المفروض أنه يكون رسمي. شيء مهم برضو اللي هو البي سي سي والسي سي في الإيميلات، اللي هو الكربون كوبي. لما أنا مثلا أرسل لك إيميل وأحط، ممكن أحط سكرتيرك كربون كوبي، لكن لو سوينا العكس في كثير يعتبرونها قلة احترام، أني أنا ما احترمتك. نعم، لماذا معظم الشركات ما يسوون دراسة أو تدريب لفن الاتيكيت قبل لا يقبلون موظفيهم؟ والله هو يعني شيء جديد بدأوا ينتبهون له. أنا أشوف أنه مهم، لأن حتى يعني في البنوك والشركات الكبيرة مهتمين بهالموضوع. الشركات اللي أصغر يمكن صعب عليها أو ما يفكرون فيه، ولكن هي مهمة بأنها توصل الموظف يمثل الشركة. فأنا لو كتبت إيميل بطريقة خطأ معناتها أنا يعني أخطأت بحق شركتي، فلازم المدير ينتبهون لهالموضوع وبرضو الموظفين ينتبهونها. وأتمنى أن كل الموظفين يعني على الأقل إذا ما عندهم وقت يأخذون دورات يقرون في هالمجال. صحيح، شكرا لك أستاذة دانيا ويعطيك ألف عافية، نورتينا. شكرا لك. شكرا لك. مثل ما شفتوا مشاهدينا كانت معنا الأستاذة دانيا، طبعا هي مدربة الإتيكيت المعتمدة. دانيا سعيدة نورتنا اليوم في هالفقرة، وعسى الله تكونوا تعلمتوا بعض الأشياء منها. شكرا لوجودكم معنا، وفقراتنا طبعا مستمرة معكم، لكن بعد هالفاصل خلكم معنا.